مهلة مجلس الأمن الدولي التي حددها لانسحاب الحوثيين من المقرات الحكومية في صنعاء انتهت دون استجابة الحوثيين، فيما ينتظر أن يعقد المجلس جلسة جديدة بحضور المبعوث الأممي جمال بن عمر قد تشمل عقوبات ضد جماعة الحوثي. في انتظار ذلك يدير الرئيس عبد رب منصور هادي ما تمكن من شؤون اليمن من عدن الجنوبية، فمنها دعا إلى نقل الحوار بين مختلف الأطراف السياسية في البلاد إلى الرياض. وفي عدن أيضا يواصل تسلم أوراق اعتماد السفراء آخرهم السفير البريطاني الجديد. الحوثيون الذين يعتبرون هادي مطلوبا للعدالة أعلنوا اعتراضهم على ممارسته للسلطة ورفضوا ما أقدمت عليه الجامعة العربية حين دعت هادي ووزير خارجيته في الحكومة المستقيلة للمشاركة في القمة العربية القادمة بالقاهرة، خاصة وأن نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية جدد موقف الأخيرة الداعم للشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس هادي. اتهام الحوثيين للجامعة يأتي بعد فشل الزيارة التي قام بها وفد عن الحوثيين للقاهرة خاطبين ود مصر، زيارة تأتي بعد أسبوع من إغلاق مصر سفارتها في اليمن وعودة البعثة الدبلوماسية المصرية إلى القاهرة. مراقبون توقعوا أن لا تثمر زيارة الوفد الحوثي بشيء، فمصر من الدول الحليفة للسعودية التي أقدم الحوثيون على اتهامها الأسبوع الماضي بالعمالة وإنشاء القاعدة وتدبير مؤامرة ضد اليمن. مساعي الحوثيين على الصعيد السياسي تأتي في ظل تفاقم الوضع الأمني، حيث قتل وجرح العشرات من الحوثيين في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مركزا لهم في محافظة البيضاء التي تتواصل فيها المعارك الشرسة بين الحوثيين ورجال القبائل.